اللي هو خلف القحطاني. يا مرحبا يا خلف. ايش ايش يقول حي عينك فلاح عشان ما غصب عليك. حب راسي ولا خصم؟ بسرعة القرار انت. حياك الله يا خلف. الله يبقيك. امورك زينة؟ اللهم لك الحمد. مركز؟ جاهز؟ نعم. سؤال خلف على الشاشة يقول. اول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. اشكر وكيلة الجمهور الله يبيض وجهها على 100 نقطة. يلا سؤالك على الشاشة. سؤالك على الشاشة عشان الوقت. إذا طرحنا الرقم 8 من حاصل ضرب 8 ضرب سين فكان الناتج 48، فإن قيمة سين تساوي 7 أو 1. خليك هنا. اللي حسب كذا. أيوة هذا اللي في ماليزيا يروحون حق الأولمبياد في الرياضيات والأشياء. إذا خصمنا كم؟ أول شيء كم الوقت؟ ما أدري والله عن الوقت ولا أقدر أعيدك السؤال. سبعة. ثبتوا سبعة شباب ثبتوا. أيوة عشان ما أقدر أقول لك لأن السؤال طويل. فإجابتك في سؤال إذا طرحنا الرقم 8 من حاصل ضرب 8 ضرب سين فكان الناتج 48 فإن قيمة سين تساوي 7. هذه إجابة خلف القحطاني ومعاك 200 نقطة في حال إذا كانت الإجابة صحيحة ومالك شيء في حال الإجابة كانت خاطئة وبإمكانك تفتح ضرب إذا كانت الإجابة صحيحة يا خلف. وإجابتك يا خلف القحطاني كانت صحيحة. أزل 200 نقطة هي بحوزتك أو ضرب؟ ضرب. ايه متردد بين اثنين؟ لا ثمانية ولا 28؟ ثمانية أو 28. أعطني ثمانية. ايه رقم 8 يحتوي يا خلف يا أخي أنا جالس أشوف الورقة أتوتر عشان بس أقفل على طول ما حد يشوف لأن فوقي كاميرا أخاف منها. والله ما خصم منك يا أخي. ثمانية خلف أخذت رقم 8. أي نعم. ودك تخصم على حد؟ ودي ليش ما هو ودي ولا أطلع بشيء تافه 50 نقطة ولا 100 نقطة. أيوة يعني شيء قوي شيء قوي. طيب خلف القحطاني تعودت على البرايم. والبرايم هي مرحلة وتجربة. تعديت مرحلة البرايم. وصرت استبعاد. وعدت إلى أسوار المنتجع والقرية أو سمها اللي تسميها. عشان كذا ما ندري إحنا نعطيك حصانة ولا نعطيك ترحيل برايم ولا نعطيك خصميات ولا نعطيك نقاط. عشانك يا خلف وظرفك 8 كان يحتوي على فقط 100 نقطة. معوض خير. والله يا سامجة والله اني استنى حلقتك من الاسبوع اللي راح عشان تعطيني 100. طيب انا شو اسوي انا؟ هذا حظك يا خلف. والله حظك. كيف؟ ايش؟ يا اخصموا مني. اي بس ما جاء. طيب ما جاء اسمه؟ طيب طبعا اللي بعد